في النصف الثاني من القرن العاشر للهجرة، وأمام هذا البئر العتيق، كان المسلمون في قلعة المضيق يقفون لأداء الوضوء وإقامة الصلاة لأول مرة في مسجد التوحيد. فبعد دخول العثمانيين لولاية حماة بداية القرن العاشر للهجرة، سعى السلطان العثماني سليمان القانوني إلى إعادة تنظيم بعض الأماكن داخل الولاية، ومن بينها قلعة المضيق. ولذلك طلب من معماري القصر الخاص به سنان باشا، أشهر المعماريين العثمانيين في ذلك القرن، طلب منه بناء خان وجامع داخل المدينة يكون محطة للمسافرين على طريق الحجاج بين إسطنبول والحجاز. اختار سنان أن يجمع في تصميمه للمسجد بين طراز يلبي متطلبات العبادة ويحقق الجمالية المشهودة، فتكون الجامع من مئذنة غير عالية، كما صمم مدخله بأقواس دائرية ليعكس للمصلين والناظرين له ثقافة العثمانيين في العمارة، والتي كانت تتميز عن الطراز المعماري الروماني للقلعة. بقي الجامع خلال فترة 4 قرون مكاناً لتأدية الصلاة والتنسك، سواء من قبل أبناء المنطقة أو زوار خان أفاميا الذي بناه العثمانيون. وبعد الحرب العالمية الأولى، تعرضت أقسام عديدة من المسجد للإهمال والتخريب، وعاد ليتعرض مرة ثانية للتخريب، لكن على يد قوات النظام هذه المرة، ما دعا بأبناء القلعة لترميمه وإنشاء مكتبة تراثية بداخله تضم خير ما جادت به أقلام العلماء.